هي فرصه ايضا من اجل تجديد الشراكه اللي ما بين الحزب الشعبي الاوروبي وحزب التجمع الوطني للاحرار، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا النسائيه وقضايا الجوار. اذا اليوم حزب التجمع الوطني للاحرار والفيدراليه الوطنيه للمراه التجمعيه يستضيفان منظمه نساء الحزب الشعبي الاوروبي في إطار الأكاديمية الخريفية للمنظمة، واللي هاد السنة العنوان ديالها هو الجوار الأوروبي أو سياسة الجوار الأوروبية في الجنوب وفي الشرق. احنا اليوم يعني نساء مجتمعات باش كنتناولوا كنناقشوا مواضيع اللي هي أساسية بالنسبة للمرأة وبالنسبة للحوار ما بين الثقافات وما بين الضفتين، مواضيع كالدفاع والأمن، مواضيع كالديموغرافية والاقتصاد، وأيضا التحولات المناخية هي في صلب النقاش اليوم من خلال ورشات اللي غتستمر اليوم وغدا. وكان هي فرصة أيضا من أجل تجديد الشراكة اللي ما بين الحزب الشعبي الأوروبي وحزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا النسائية وقضايا الجوار، اللي اليوم بعد 20 سنة من سياسة الجوار الأوروبي كنظن أنها هي فرصة ومناسبة لتقييم هذه السياسة وباش نشوفوا المنجزات ديال المغرب في إطار الإطار ديالو كشريك متميز بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو أيضا نموذج يقتدى به من أجل تعميق الشراكة وتعميق النقاش وتعميق أيضا نقاط الالتقاء في المستقبل.